بكتير من الترقب بيتابع الناس أسماء أعضاء مجلس الشيوخ، سواء الأعضاء اللي تم نجاحهم عبر الانتخابات عبر القائمة أو بالنظام الفردي، لكن كمان كان فيه اهتمام خاص مولى لهؤلاء الذين تم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، من ضمنهم سيادة اللواء فاروق المقرحي ومساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ. ألف مبروك لحضرتك وسعداء إنك تكون معانا النهاردة. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا أستاذة دينا، وتحياتي لك ولأسرة إعداد البرنامج، وكل سنة وأنتم طيبين. سيادة اللواء، دور جديد ومسؤولية جديدة بتضاف لحضرتك، بعرف أنه بتبقى فيه قدر كبير من الثقة تمنح لعضو معين بيبقى عليه مسؤوليات معنوية على الأقل أكبر، وطبعا الأعضاء كلهم بنفس الدور، لكن بالنسبة لحضرتك ايه الرؤية اللي انت تتمنى تحققها في مجلس الشيوخ، وحضرتك تشوف انه ممكن تحقق بشكل جماعي او بشكل فردي؟ اولا ندعو الله ان نكون محل ثقة السيد الرئيس التي وضعها فينا، وان نؤدي عملنا بما يرضي الله اولا والوطن ثانيا، وان نكون موضع هذه الثقة التي وضعت فينا كمعينين من قبل رئيس الجمهورية واختياره الذاتي لهذا. والدور الوطني الذي يقوم به أن عضو مجلس الشيوخ هو دراسة الأشياء التي تتعلق بالأمن القومي والقوانين التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وما يحيل رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ الإجراءات فيه، وما يحال من مجلس النواب لمجلس الشيوخ، والقوانين المكملة للدستور بصفة عامة. ولكن يجب على النواب الذين تم اختيارهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية أن يكونوا قدر المسؤولية وقدر الثقة التي وضعها السيد الرئيس فيهم، ويؤدوا عملهم داخل المجلس بالذمة والصدق والأمانة المطلوبة لهذا الوطن. سؤالي يا سيادة اللواء، هل من الممكن مثلا أن نتوقع أنه مجلس الشيوخ بعد أن يحال إليه أحد مثلا القوانين من مجلس النواب، مجلس الشيوخ يرفضها، يعطلها، يوصي بأنه بعدم الأخذ بها؟ هل حضرتك تعتقد أنه سيكون عمل تكميلي أم عمل قد يرقى إلى كونه عمل يعني مساعد ورقابي بشكل كبير على ما يتم تمريره من قوانين؟ لا، ما هو ده الدور اللي بيأديه هؤلاء، لأن 90% من أعضاء مجلس الشيوخ خبراء في مجالهم ولديهم خبرة سياسية ولديهم خبرة قومية بما يدور في البلاد، كل في مجال تخصصه، بالإضافة إلى الثقافة العامة لدى هؤلاء. في جميع القوانين التي تحال من مجلس النواب لمجلس الشيوخ ينظر إليها بفحص وتمحص دقيق للوصول فيها إلى الصيغة التي تكون في صالح الوطن وفي صالح المواطن المصري أو فلسطين. ده حقيقي. بشكرك جدا سيادة اللواء فاروق المقرحي، أحد معينين بمجلس الشيوخ.